تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه من اخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك في وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي ال خليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية واعرب جلالة العاهل المغربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولكافة افراد العائلة المالكة الكريمة مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه ويسكن فسيح جناته وداعياً المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك المفدى الصحة والعافية ويحفظ شعب مملكة البحرين من كل مكروه